بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، السيدات والسادة، اسمح لي فخامة الرئيس ان انا ارحب بيك اهلا وسهلا وبالوفد المرافق ليك في زيارتك اللي بلدك التاني مصر. واسمح لي ان انا باسمي وباسم كل المصريين تتقدم لفخامتك بالتهنئة بمناسبة تولي قيادة الجزائر وثقة الشعب الجزائري في فخامتك لولاية تانية، وأتمنى كل التوفيق لفخامتك وللشعب الجزائري. واسمح لي فخامة الرئيس إن احنا بمناسبة يعني الاحتفال بالذكرى 70 للثورة الجزائرية، أيضا إن انا أهني فخامتك والشعب الجزائري بهذه المناسبة العظيمة اللي كانت بالنسبة لنا في مصر وللمصريين محل إعجاب وتقدير واحترام شديد للشعب الجزائري وتضحياته ونضاله من أجل التحرر، وقدم أكثر من 1,000,000 شهيد. فكل سنة والجزائر بخير، ونتمنى لكم كل التوفيق. اسمحوا لي ان انا خلال مباحثاتي مع فخامه الرئيس تناولنا سبل تطوير العلاقات والتعاون في كافه المجالات على افاق ارحب من المستوى اللي موجودين احنا فيه دلوقتي. واسمحوا لي ايضا اقول لكم ان اللجنه المشتركه التاسعه ان شاء الله تنعقد في القاهره قريبا عشان تبذل يعني تضع موضوعات اكثر للتعاون بين البلدين، لأن حجم التفاهم والتوافق مع الجزائر لتطوير العلاقات يعني منذ أول زيارة الحية ومنذ أول لقاء مع فخامة الرئيس كان واضح وقوي. إحنا فرص التعاون بين البلدين فرص كبيرة، وسواء كان في الاستثمار أو في المشروعات المشتركة اللي ممكن نعملها، وده اللي كان بنتكلم فيه مع فخامة الرئيس ومع أعضاء الوفدين المصري والجزائري. واسمحوا لي أقول لكم إن الشركات المصرية الحقيقة يعني، وأنا هنا بسجل باحترام شديد وبتقدير شديد المعاملة الكريمة اللي بتتلقاها الشركات المصرية العاملة بالاستثمار في الجزائر أو بتقوم بمشروعات في الجزائر. وهنا بقول إن إحنا لدينا في مصر أكثر من 5,000 شركة تستطيع أن تعمل في كافة المجالات في أي موضوعات أو أي مشروعات خاصة بالبنية الأساسية. بنتكلم على طاقة، بنتكلم على محطات كهرباء، بنتكلم على محطات مياه، بنتكلم على أنفاق، بنتكلم على طرق وكباري، بنتكلم على مشروعات إسكان. أي مشروعات إحنا بقالنا عندنا دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى حجم ضخم من الشركات قادر على أنه هو يعني لو يتبادل الخبرة مع أشقائنا في الجزائر ويقوم بمشروعات لو كان هذا الأمر يعني هو طبعا مرحب بيه، لكن أنا بسجله دلوقتي قدامكم أثناء المؤتمر يعني. وأيضا فرص الاستثمار المتبادل، سواء كان الاستثمار في المشروعات الاستثمارية في الجزائر أو برضو أن يبقى في مستثمرين للعمل في مصر، احنا بنرحب ونقوم بتقديم كافة التسهيلات التي تحقق ذلك. الحقيقة أيضا خلال مباحثاتنا تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة وقد إيه المخاطر الشديدة اللي موجودة واللي بتتعرض لها المنطقة، بدءا من الحرب في غزة وتطورات الأوضاع والحرب في لبنان، ثم الأوضاع في ليبيا والسودان. والتوافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة، استعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن التدخل في شؤون الدول أو محاولة التآمر أو محاولة إسكاء الفتن بين الدول بعضها البعض. فيما يخص غزة تحديدا، لأن هي موضوع في إجماع عربي عليه على أن أهمية إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين، ده أمر احنا كلنا حريصين عليه منذ
من أول اقتتال في 7 أكتوبر السنة اللي فاتت. وإحنا في مصر بنبذل جهد كبير في هذا الإطار عشان حتى حجم المعاناة اللي بيتعرض لها أشقائنا في القطاع ضخم جدا، ونقدر نقول إن القطاع يعني تحت الحصار بقاله ما يقرب من 4 شهور دلوقتي. وبالتالي إحنا كل الجهد اللي بنبذله مع كل الشركاء والأشقاء محاولة لإيقاف إطلاق النار زي ما قلت وإدخال المساعدات. مصر خلال يعني الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة 2 يومين، يتم التبادل يعني 4 رهائن مع الأسرى بعض الأسرى اللي موجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع ويبقى وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات اللي احنا بنقول إن أشقائنا في القطاع بيتعرضوا لحصار صعب جدا وتصل إلى حد المجاعة، وأهم مهم جدا إن احنا تدخل المساعدات في أسرع وقت ممكن. بنأكد مرة تانية فيما يخص قطاع غزة إن احنا ضد أي محاولة لتهجير قسري من القطاع لخارج القطاع، لأن ده أمر يعني مش في صالح القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت احنا بنقوم بدور لإيقاف إطلاق النار والحفاظ على القطاع حتى رغم التدمير الكبير اللي القطاع بيتعرض له. فيما يخص الأزمة اللبنانية برضو التوافق موجود مع فخامة الرئيس ومع أشقائنا في الجزائر على أهمية عدم امتداد أو أن الصراع يمتد خارج المنطقة ومحاولة حصار الأزمة اللي موجودة في لبنان وإيقاف إطلاق النار والوصول إلى حالة من الاستقرار للأوضاع المضطربة جدا في منطقتنا، وحتى لا تخرج الأمور عن يعني تعرض الإقليم لحرب أوسع وتنزلق الأمور لمخاطر أكبر من اللي احنا بنشوفها دلوقتي. فيما يخص الأوضاع في السودان، نحن طبعا متوافقين على أهمية إيقاف إطلاق النار والوصول إلى حكومة في السودان تؤدي إلى انتخابات وتبقى الأمور مستقرة، وإحنا لا نتدخل. أنا بتكلم وده في توافق بين مصر وبين يعني الشقيقة الجزائر مع فخامة الرئيس على عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة تهدئة الأمور ما أمكن. نفس الموقف في ليبيا، بنقول إن يعني إن حكومة ليبية تبقى مسؤولة عن إجراء انتخابات وتجيب قيادة شرعية تبقى هي مسؤولة عن الدولة الليبية، هيكون محل دعمنا واستعدادنا للتعاون من أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وده أمر ثابت من ثوابتنا إن احنا بنتكلم على وحدة الأرض الليبية، بنتكلم على إن الحل ليبي ليبي وعدم التدخل في الشؤون الليبية. أنا حبيت إن أنا يعني أطمنكم على إن المباحثات اللي بيني وبين فخامة الرئيس وعلى مستوى الوفدين كانت مباحثات إيجابية جدا، والحقيقة بتفتح آفاق للتعاون بين البلدين، وإحنا في مصر فخامة الرئيس سعداء بالعلاقة مع فخامتك ومع الجزائر، ومستعدين دايما لمزيد من العمل المشترك والبناء من أجل مصالح الشعبين المصري والجزائري. واسمح لي أقول لك أهلا وسهلا بيك مرة تانية وبالوفد المرافق ليك، وكل سنة وانتم طيبين وسعداء بوجودك معنا في مصر، وتحياتي وتحيات الشعب المصري لفخامتك، وتفضل فخامة الرئيس. شكرا فخامة الرئيس وأخي العزيز. أولا شكر باسمي وباسم الوفد المرافق على حفاوة الاستقبال والحرارة الأخوية اللي شعرنا بها منذ أن وطأنا أرض الكنانة، وفيما يخص تهانيك للذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية المباركة، بالطبع لا نستطيع أن نذكر الثورة الجزائرية بدون أن نذكر المساندة التي وجدناها آنذاك
في الشقيقة مصر أيام ما كانت مصر حاملة شعلة قومية وطنية عربية ودولة مساعدة لكل الشعوب الذين كانوا يسعوا للانعتاق من الاستعمار بصفة أو لأخرى. شكر لك التهاني وشكر للشعب المصري التهاني. بالنسبة للقاء نتاعنا، أنا جيت لمصر الشقيقة في زيارة أخوية أولا، ودية وتنسيقية تشاورية مع أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنعمق التشاور تاعنا في عدة نقاط اللي تهم الأمة العربية بصفة عامة، تهم المنطقة بالطبع، وتهم العلاقات الثنائية بيننا وبين الشقيقة مصر. ربما أبدأ بالعلاقات بين الدولتين، أعتقد أنها على أحسن ما يرام، ما فيش فيه تفاهم تام، فيه رغبة في العمل مع بعض هنا وهناك باستثمارات جديدة. اليوم مصر بالتقريب في المنطقة العربية كلها هي أول دولة بالنسبة للاستيراد للجزائر مواد مصرية، حيث وصلنا إلى ما يقارب المليار دولار يجي من مصر الشقيقة، ونطمح في أكثر، نطمح في ما أكثر. فيما يخص الاستثمار الحالي للشقيقة مصر في ميدان الطاقة فهو ماشي، على كل حال نزيدوا ندعموه بالنسبة للتنقيب، بالنسبة للتنقيب سواء على الغاز في المناطق الجنوبية ولا حتى في المناطق أوفشور بحرية. بالنسبة للشركات المصرية اللي معروفة بقدرتها على الإنجاز، كان فيه شركات مصرية شاركوا معنا في بناء عمارات ومشاريع أخرى، مقاولون العرب بالأخص. الجزائر مفتوحة على كل حال، مرحبا، مرحبا بالشركات. أنا أعطيت الإشارة الخضراء للسيد وزير الإسكان أنه يتعامل مع الأشقاء في كل المناسبات، حتى في الهندسة المعمارية، حتى في كل ما يتعلق بالهندسة المعمارية والبناء وبناء المدن الجديدة بالأخص. ومصر عندها تجربة تتحدث على نفسها بنفسها في هذا الميدان هذا، إذن نستفاد من تجارب بعضنا بعض. أقول أن اليوم الاستثمار على الأشقاء في مصريين في الجزائر استقر وصبح عادي، يعني مقبول من الطرفين، ما فيش أمور خارجة على هم في بلدهم، مرحبا بهم ومرحبا بكل من شقيق يحب يستثمر في بلده الثاني الجزائر. إذن بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية، نتمنى فقط أن في بداية 2025 السنة المقبلة إن شاء الله تجتمع اللجنة العليا وتدرس إمكانيات انطلاق كذلك في خماسي جديد تاع علاقات واستثمار وتبادل كل المستويات. تبادل ثقافي ماشي، فيش علاقتنا مع مصر يعرفها الخاص والعام أنها علاقات وطيدة، أنها علاقات أخوية قوية بنيت على أسس قوية جدا في نضالنا المشترك منذ أكثر من 70 سنة. شاركنا مع بعض في الدفاع على مقومات الأمة العربية، وتنم هذه الفرصة نتاع الذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية المجيدة، لأشكر مرة أخرى أخي السيسي ومن خلاله كل الشعب المصري وكل من ساهم آنذاك في مساعدة على انطلاق الثورة تاعنا. بالنسبة
نبدأ بغزة ربما، لأن مصر الشقيقة هي أقرب جغرافيا إلى غزة وتعاني ربما أكثر من باقي الأمم العربية لما يجري في غزة. قلوبنا مع الغزاويين بالطبع، يعني نتألم على الإبادة اليومية المستمرة في غزة، نتألم على المجاعة المختلقة اللي خلقها المستعمر الإسرائيلي في غزة. ندرة في المياه، ندرة في الأدوية، المستشفيات مغلوقة، ندرة في الأكل، يعني إبادة بكاملة الأركان. الشعب نحيي بهذه المناسبة الشعب الفلسطيني على صموده وتحمله ما لا يتحمله إلا القليل من البشر للبقاء في أراضيه، ولم يقبل أن يهجر من جديد من أراضيه. إن شاء الله الفرج قريب مع أشقائنا في مصر، نحاول كيفاش ننقذ الموقف مع المبادرة نتاع أخي فخامة الرئيس السيسي لهدنة تسمح لإدخال كل ما يحتاجوه الغزاويين إلى غزة في انتظار حل نهائي. إلى والحل النهائي ما يكون إلا بالطبع يعني بتسيير الفلسطينيين لأراضيهم بإشراف ربما دول صديقة وشقيقة مثل مصر وإلا، ولكن إدخال عنصر جديد على غزة لتسيير غزة ما بعد الشيء اللي صاير اليوم. احنا شخصيا احنا كدولة جزائرية، واعتقد ان تكلمنا مع اخي نفس الشيء اللي تشوفه في مصر كذلك، ان فلسطين يسيروها الفلسطينيين بمساعدة اخيهم الكبير مصر، مساعدة الجزائر كذلك عن قريب ان شاء الله. الجزائر تعمل كل ما في وسعها في مجلس الامن لمحاولة الوصول الى حل او بالاقل الى توقيف الابادة صريحة في الله. فلسطين موقفنا لم يتغير ولن يتغير. الحل الجذري هو دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. بالنسبة للشيء اللي يجري في الجوار، أنا متفق مع كل ما جاء به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن كنا تناقشنا وتكلمنا في المواضيع هذه كلها. ربما نبدأ بالجار اللي نشاركه احنا ومصر في الحدود تاعو، ليبيا الشقيقة. ليبيا الشقيقة الموقف تاعنا لن يتغير، ان الحل ما يكون الا ليبي، والحل جذري هو في الانتخابات. الشرعية تاع الانتخابات هي اللي تخلي من يستفاد من الشرعية من التصويت تاع الشعب الليبي هو اللي قادر يسير ليبيا الى ان شاء الله. ما بالنسبه للسودان، تاسف كثير على ما يجري بين الاشقاء. امور هذه صعبه جدا، لا في الدين تاعنا ولا في الاخلاق تاعنا ولا في احنا ومصر دولتين لن تتدخل ابدا في بين الاشقاء الا للصلح، من غدي لا طرف ولا اخر، لان الفتنه صعبه، الفتنه اشد من القتل، والناس الذين يفتنون حسابهم عند الله فيما يخص السودان. فيما يخص الامور الاخرى اللي تتعلق باستراتيجية
العامة المنطقة وغير المنطقة. احنا ما ناش أغبياء، احنا عارفين ماذا يجري في المنطقة وما هي الرغبات نتاع البعض، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. إن شاء الله تجري الرياح بما تشتهي سفنهم إن شاء الله. إذن ربما باختصار شديد شاكر مرة أخرى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الشعب المصري الكريم الشقيق الحفاوة، ومتواعدين مع بعض على تنسيق دائم، ونتشاور في كل ما يهم أمور الأمة العربية وبالأخص فيما يخص الدولتين. وشكر لك مرة أخرى فخامة الرئيس، شكراً.